تكملة محاضرة الريجيد بيفمنت الجزء الثاني. نكمل وياكم السبب الثاني لاستخدام البيس كورس هو الكنترول اوف فروست اكشن. فروست اكشن از ديترمينتال تو بيفمنت بيرفورمانس، هو ايضا من المحددات لاداء البيفمنت. It results in frost heave which causes concrete slabs to break and soften the subgrade during the frost melt period. طبعا الفروست اكشن هو عملية تجمد المياه بسبب انخفاض درجات الحرارة. طبعا المياه المتجمدة هي بطبقات تحت التبليط، وبالتالي عملية تجمد المياه راح تؤدي الى، احنا نعرف انه الماء بعد التجمد راح يكبر الحجم، الكتلة الى راح تكبر، بالتالي حياخذ مساحة اكبر، ويؤدي هذا إلى حدوث عملية الفشل بالكونكريت سلاب. بنفس الوقت الماء هذا لما يذوب في خلال مواسم الارتفاع درجة الحرارة يسموها frost melt period اللي هي ذوبان الثلج الجليد، راح يبدي تبدي هنا طبقات التربة نفسها تتأثر بالرطوبة، وتبدي هنا مشاكل الرطوبة المؤثرة على البيرفورمانس للكونكريت سلاب. راح نشوف هنا بهذا الشكل، بالشكل هذا راح نشوف عندنا بثلاث مراحل. المرحلة الأولى على يساننا مكتوب عليها water filled crack، هنا عندنا crack موجود بسطح الطريق الملى بالماء. المرحلة الثانية freeze to ice، الماء هذا بانخفاض درجة الحرارة تجمد بسبب الانجماد، كبر كتلة الماء فزاد حجمها وأخذ مساحة أكبر للكراك، وبالتالي مساحة الكراك نفسها كبرت. وبالتالي راح نشوف بالمرحلة الثالثة بريك روك، هنا طبعا بزيادة كمية المياه المتجمدة ممكن أنه هذا الفشل راح يكبر، يعني الليفل إلى راح يوصل إلى مرحلة تكسر الطريق نفسه. طبعا الاختلاف درجة الحرارة راح يكون يعني واضح ما بين خلال مو بس ايام السنة، راح يكون خلال اليوم الواحد ما بين النهار وما بين الليل، وهذا يؤدي الى الفشل بالطريق. راح نشوف هنا عندنا هذا صورة لطريق تحدث ب صار بالفشل بسبب الفروست اكشن. راح نشوف هذه الأجزاء المبللة هي ناتجة من عملية الميلتينج ذوبان الجليد أثناء ارتفاع درجات الحرارة. راح نشوف طبعا هنا الاختلاف بمستويات الطريق، هذا كله ناتج بسبب وجود أجزاء جليد تحت الطريق من جهة وأجزاء أخرى لا ما يوجد جليد فأدى إلى هذا الفشل. راح نشوف هنا عندي صورة أوضح الكراك، هنا نشوف عرض الكراك هنا واضح، مخلين قلم حتى يبين عرض الكراك مقارنة بالدايمتر للقلم نفسه، فكلش هذا يعتبر من الكراك العريضة اللي. وراح نشوف هنا الماء ميلان إلى اللون الأبيض لأنه يعني مائل إلى الانجماد. النورثن كليمنتس فروست هيف كان ريتش سيفرال انشز اور مور ذان 1 فوت، يعني ممكن انه خاصه بالمناطق الشماليه ذات المناخ المعروف بانخفاض درجه الحراره وظهور مواسم الجليد متعدده خلال السنه، فالفروست هيف كان ممكن انه يوصل يعني العرض الى او سمكه الى انجات، واحيانا يوصل الى فوت أي تقريبا يعني ثلث متر ما يعادل 33 سنتيمتر، وهذا يعتبر كلش يعني يعني السمك راح يكون كلش عريض. The increase in volume of 9% when water become frozen is not the real cause of frost heave. معروف انه الماء يزداد حجمه بمقدار 9% عند الانجماد، لكن هذا يلاحظ انه هذا مو هو السبب الرئيسي لحالة الفروست هيف. لأنه يعطينا مثال إذا if soils has a porosity of 0.5، يقول إذا كانت مسامية التربة هي 0.5 inch and subjected to a frost penetration of 3 foot، فإذا كان عندنا مقدار الماء اللي المتسرب إلى حبيبات بين حبيبات التربة كان تقريبا penetration 3 foot، the amount of heave due to 9% increase in the volume
equal to 0.09 في 3 في 0.5، فحيكون مقدار الهيف الناتج بسبب انجماد الماء وزيادة حجمه بسبب الانجماد إلى 9%، وراح يساوي 0.09 مضروبة في الفروس بنتريشن اللي هو 3 مضفوط مضروبة في 0.5 اللي هي المسامية، فيطلع الناتج 0.135 فوت، يعني 0.1 فوت ما يعادل تقريبا انج ونص او 1.6 انج، ما يعتبر يعني ذات هذا الرقم يعني خطير، which is much smaller than the 6 inch. 6 inch هو رقم هذا يعتبر هنا خطير ليؤدي الى مشاكل ملحوظة وسيريز يعني problem بالطريق. هذا الشكل راح يوضح لنا تكون ما يسمى بالايس لينس. ايس لينس اللي هي حبيبات جليدية كبيرة الحجم تشبه العدسة، لذلك نسميها العدسة العين طبعا، ذاك تسموها ايس لينس. تتكون في طبقات التربة تحت طبقة التبليط وتسبب الفشل الناتج عن الفروست هيف. راح نشوف اول مرة، راح نبدي من الجزء الاعلى على يميننا، على يساننا هذه هي طبقات متكونة للتبليط. عندنا طبقة السطحية اللي هي السيرفيس كونكريت كورس، واللي تكون هاي درجة حرارة الجو ما يعني فوق سطح التبليط تقريبا below freezing، يعني جدا واطئة بحيث تؤدي الى حدوث حالة الانجماد. وعندنا هنا الطبقات التحتية اللي هي البيس اللي هي طبقة السبجريت. السبجريت هي اللي حيتكون بها الفروست هيف. واللي عندنا احنا طبقة التربة بها طبقة over freezing وطبقة under freezing. الطبقة التحت جدا نسميها انا مكتوب عليه unfrozen subgrade، هي هالطبقة اللي غير متأثرة بانخفاض درجة الحرارة، فيبقى بيها المي melted يعني بشكل سائل، وهذا يؤدي الى بعدين راح يساعد على كبر حجم حبيبات الجليدية مثل حنوضح هسه. راح نبدي هسه على الجزء اليمين. الجزء اليمين عندي هذا الشكل، ده يوضح عندي الحد الفاصل ما بين حالة الفروزن الطبقات المتأثرة بالفريزنج تمبريتشر والطبقات اللي تحتها الغير متأثرة بالفريزنج نسميها انفروزن. واكو عندنا هنا متكون ما يسمى بالايس كريستال اللي هي حبيبات جليدية صغيرة جدا، متكونة وين صايرة بالفويس السبيس اللي هي تجمع بها حبيبات المي، وبدت تتجمد بها المي ويكبر حجمها نتيجة التغير بحجم الماء بعد الانجماد، وهذا يؤدي إلى كبر حجمات كبر حجم الفجوات. وقلنا مثل ما وضحنا بالمثال السابق أنه مو هذا هو السبب الرئيسي لحدوث الفشل، يعني مو كبر حجم حبيبات الماء بعد الانجماد هو السبب الرئيسي، لكن عندي سبب آخر راح نوضحه هسه. طبعا هذه قلنا يعني هذه الحاله وين تحدث هنا، هاي الطبقه الفاصله هي بعد السهم مؤشر الطبقه الفاصله ما بين حاله الفريزنج والانفريزنج. بعدين تجي تدخل مرحله ثانيه، ايس كريستال اتراكت ووتر فروم ا جاينت فويس وذ فريزز ان كونتاكت اند فورم لارجر كريستلز. هاي حبيبات الجليد بدت تجذب قطيرات ماء منين؟ من الطبقات المجاورة إلها، وخاصة من طبقة تحتها طبقة الانفروزن. المي يصعد عندها بسبب خاصية شعرية، فيبدي تجذب الثلج هذه حبيبات الماء أو هذه قطرات الماء، وبالتالي تكبر الحجم الآيس كريستال مثل ما نشوف هنا بدأ يكبر حجمها. هذا أيضا بنفس المنطقة نشوف هنا. عندنا بعدين بالمرحلة الثالثة الكريستال continue to grow and join. في الحالة راح تبدي الكريستال ايس او الايس كريستالز تبدي يكبر حجمها وتترابط مع بعضها مكونة ما يشبه العدسة، هنا توصل مرحلة نسميها الايس لينس. هاي الايس لينس راح تبدي تأثر تسبب vertical pressure على السطح الطبقات اللي فوقها، وبتؤدي الى حدوث الفشل الناتج من الفروست هيف. هذا ايضا يؤدي الى نفس الطبقة، احنا نشتغل بعدنا بنفس الطبقة عندنا بالمحاضرات هو هذا بنفس المفهوم. الجراوند ووتر هنا نبدي من الاسفل، الجراوند ووتر اللي هو محتوى الرطوبة والمياه الجوفية خلينا نقول بسبب خاصية الشعرية ده يصعد
إلى المنطقة اللي بيها متكون الآيس كريستال. فيجذي هذه الحبيبات احنا مأشريها باللون الأسود، فتبدي هذه تجذب قطرات الماء اللي صاعد من المياه الجوفية، وتبدي بالتالي تكبر هذه الآيس كريستال حتى تتكون ما يسمى بالآيس لينس. فهذا المأشر عليه depth of frost penetration، هي هذه العمق المتأثر بالانجماد الحاد يحدث بالماء قطرات الماء النافذة ما بين الفجوات في الطبقات تحت سطح التبليط. Three factors must be أيضا present حتى to produce frost action. يجب أعدي ثلاث فاكتورات يجب أن يعني تكون موجودة معا حتى نتأكد إنه راح يصير عندنا حالة الفروست هيفين أكشن، اللي هي the soil within the depth of frost penetration must be frost susceptible، بمعنى إنه التربة الموجودة ضمن العمق الفروست بنتريشن اللي أشرنا بالشكل السابق اللي هو المتأثر بحالة الانخفاض درجات الحرارة وحالة الانجماد يجب أن تكون أيضا يعني قابل للانجماد. بمعنى أكو عندي كمثال it should be recognized that salt حبوبات السلط is more frost susceptible than clay، يعني يكون قابل للانجماد أكثر من الكلي because it has high capillary and high permeability، يعني بها خاصية النفاذية العالية وخاصية الشعرية أيضا تكون بها عالية. Although clay has very high capillary it is its permeability is very low، الكلي عكس انه بيه يعني بيه كابيلاري عالي لكن البرميبلتي بيه النفاذية تكون بيه اقل، لذلك انه هون نتوقع يعني اقل ما راح تجذب يعني هذه الحبيبات الطين ما تجذب ماي من الووتر تيبل، بالتالي ما حتكبر الايس لينسز الايس كريستال وتتكون ما يسمى الايس لينسز، لذلك ما صار عندي هذه الحالة ما موجودة. فقط لما تكون حبيبات السلط هي اللي تميز كنسبة عالية من حبيبات التربة. Soils within more than 3% finer than 0.02 millimeter are generally frost susceptible except that uniform fine sands with more than 10% finer than 0.02 millim. أيضا حبيبات التربة إذا كان الـ يعني الحجم المتميز إنه عندنا 3% حبيبات ناعمة حجمها أقل من 0.02 ملم، هذه تكون معناتها قابلة للانجماد أكثر. عدا عندنا نوع اللي يسميه uniform fine sands، هذا اللي من يكون يجب أن يكون 16% أو أكثر بحجم أقل من 0.02. الفاكتور الثاني هو there must be supply of water، مع انه يجب ان يعني تكون حبيبات التربة هي يعني من النوع المتأثر بالفريزنج تمبريتشر يجب ايضا ان يكون عندي ووتر تيبل حتى نتأكد انه راح يصير عندي كبر بحجم الايس لينس. Lowering the water table by subsurface drainage is an effective method to minimize the frost action، التقليل محتوى الرطوبة بالطريق سطح الطريق بتوفير عملية درينج كفوءة راح يكون هي طريقة فعالة لضمان أقل frost action. أيضا الفاكتور الثالث عندنا the temperature must be remain freezing، يعني إحنا حالة الفروست action ما تتم إذا ما كانت إحنا ضمن درجة الحرارة اللي نسميها freezing temperature. ويجب أن تكون أيضا نفس الوقت الـ temperature must be remain freezing for sufficient time period of time، يعني بمعنى أنه تبقى لفترة معينة إحنا ضمن الـ freezing temperature حتى هذه العملية تتم. ليش؟ لأن due to the very low permeability of frost susceptible soils it takes time for the capillary water to flow from the water table to the location where the ice lenses are formed. احنا قلنا انه الايس لينس راح تكبر حجمها بخاصية الجذب لقطرات الماء الصاعدة إلها بسبب الخاصية الشعرية، فاذا هي الـ يعني الايس لينس نفسها ذابت بسبب ارتفاع درجات الحرارة
يعني يعني ما حتكون عندي ايس لينسز موجوده حتى يعني تجذب الووتر ويكبر حجمها وتؤدي الى حدوث الفوس اكشن، بمعنى انه يجب ان تبقى الايس لينسز جامده لفتره اللي يحتاجها الماء حتى يصعد بسبب الخاصيه الشعريه ثم ينجذب الى الايس لينس. هذه الفترة إذا بدأت درجة الحرارة ترتفع راح تذوب فما تحدث حالة الفروست أكشن. في ذلك نقول أكويك فريز doesn't have sufficient time to form ice lanes of any significant size. يعني أحيانا فترات تحدث فترات انخفاض درجات الحرارة في بعض الدول وتحدث فيها حالات الانجماد لكن ما تطول فترة طويلة، لذلك ما تحدث هذه عملية الفشل فقط في المدن اللي تتميز ب استمرارية درجات الحرارة منخفضة وحالات الانجماد وحدوث الثلج والجليد. نكمل وياكم الأسباب اللي تدعو إلى الاستخدام المستمر لطبقة البيس كورس في الريجيد بايفمنت. خلصنا البامبينج والفاست أكشن، وصلنا إلى السبب الثالث اللي هو الامبروفمنت أوف درينج. When the water table is high and close to the ground surface, a base course can raise the pavement to a desirable elevation above the water table. أحيانا في طبقات الأرض المعروفة بارتفاع محتوى الرطوبة بها أو ارتفاع الواتر تيبل بها، فنتوقع أنه استخدام الكونكريت سيمنت بيفمنت سلاب على طبقة التربة مباشرة راح يؤدي إلى تأثرها بمحتوى الرطوبة، لذلك نستخدم البيس كورس كطبقة عازلة ما بين طبقة التبليط السمنتية وطبقة التربة ذات المحتوى الرطوبة العالي. When water seeps through pavement crack and joins, an open graded base course can carry it away to the roadside. وإذا احيانا يعني بسبب وجود مياه الامطار هذه الكراكس الموجوده بطبقه التبليط وايضا الجوينز راح تسمح بنفاذيه مياه الامطار الى طبقات ما تحت التبليط، وبالتالي راح تروح وين؟ الى طبقه التربه، وراح تؤدي الى ارتفاع مستوى الرطوبه وراح تبدي وتبقى مشاكل الرطوبه يعني موجوده وتؤدي إلى أنواع الفشل الناتج من الرطوبة. فوجود البيس كورس هنا راح يكون سبب يعني للخاصة إذا كان هو open graded، فهذه الفجوات الموجودة ما بين بين حبيبات الأجريجيت راح تسمح بمرور الماء، يعني ممكن يأخذ يجمع الماء في هذه الفجوات وممكن أنه تتجه إلى الرود سايد بعيدا عن طبقات التربة. Sidergren recommend the use of an open graded base course under every important pavement to provide an internal drainage system capable of rapidly removing all water that enters. عام 1988 ننصح العلماء باستخدام أو خبراء الطرق باستخدام الopen graded base تحت طبقة التربة لضمان عملية الدرنج كفوءة ومنع مشاكل الرطوبة بالتربة وبطبقة السبب الرابع اللي يفضل استخدام البيس كورس لأجله هو تقليل أو سيطرة على عملية الشرينكج والسوالينج للتربة. When moisture changes cause the subgrade to shrink and swell, the base course can serve as a surcharge load to reduce the amount of shrinkage and swelling. عملية الشرينكج هي ناتجة بسبب يعني تغير محتوى الرطوبة، يقل محتوى الرطوبة بالتربة فيؤدي هذا إلى حدوث عملية حالة الانكماش، ثم تزداد محتوى الرطوبة فتحدث حالة الانتفاخ السوالينج. فهذا طبعا عملية الشرينكج ثم السوالينج راح يؤدي إلى مشاكل وتؤثر على سطح الطريق. فاستخدام طبقة البيس كورس كان ممكن أنه يعني يقينا من هذه المشكلة. A disintegrated or stabilized base course can serve as a waterproofing layer. An open graded base course can serve as a drainage layer. إحنا من حكينا على مشكلة الدرينج وقلنا إنه البيس كورس ممكن يعالجها، لكن بشرط إنه يكون البيس كورس open graded، يعني تكون بالفجوات تسمح
استخدام البيس كوز كنظام درينج حتى يسمح بنفاذية الماء من خلاله إلى الرود سايد. لكن إذا أردنا نعالج مشكلة السبلينج والشرينكج، هنا راح نستخدم البيس كوز كطبقة مانعة على الرطوبة تمنع وصول الماء إلى التربة. من الماء طبعا الماء الناتج من مياه الأمطار الداخل عن طريق الجوينتس والكراكس إلى الطبقات التحتية المتمثلة بالبيس كورس. فهنا حتى لنوصل الماء إلى التربة راح نستخدم البيس كورس لكن كدنس جريدد وليس أوبن جريدد. دنس جريدد هنا معناتها تكون الفجوات جدا صغيرة، ف يعني تكون عملية نفاذية الماء من خلال هذه الفجوات كلش قليل. Thus the reduction of water entering the subgrade further reduces the shrinkage and swelling potential. فذلك احنا ما عندنا ماء راح يدخل للتربة، ما حيؤدي اكو ما حيساعد التغير بمحتوى الرطوبة، فبالتالي راح هنا نتجنب مشكلة الشرينكج والسولينج. الغرض الخامس من استخدام البيس كورس هو الاكسبيديشن اوف كونستراكشن. احيانا بالعمليات الانشاء راح نحتاج الى سطح او مساحه لاستخدام الاجهزه الثقيله المستخدمه للانشاء، فهنا البيس كورس راح ممكن استخدامه لغرض تثبيت الاجهزه الثقيله والمعدات الثقيله الخاصه بعمليه الانشاء. ايضا انه في حاله اذا كان الوذر من نوع الانكليمنت اللي هو يكون جو رطب وبارد جدا، فهنا يعني من الصعب استخدام طبقه التربه لانه راح تكون رطبه وغير صالحه للاستخدام في حاله تنفيذ المشاريع الانشائيه، فذلك خاصه يعني بانشاء الطرق الصلبه. فلذلك راح يكون البيس كورس هنا هو طبقه مساعده حتى ممكن نكمل عمليه. طبعا تكون يعني مع الامطار راح تكون البيس كورس اللي انها متكونه من الحصب حتكون كلين وايضا حتكون يعني جافه، فتساعد على تكمله اعمال انشاء الطريق. لاحظنا من الاغراض الخمسه المشروحه سابقا انه البيس كورس ضروري وجوده في الريجيد بيفمنت، فلذلك اصبح استخدامه بكثره في انشاء طرق الريجيد بيفمنت. حنكمل وياكم انواع الطرق انواع الريجيد بيفمنت ان شاء الله في عرض منفصل.